خلصت خلصتوا. هي كويت لك القميص. قولي لي شو رأيك؟ ألبس الرمادية ولا السودة؟ الرمادية أكيد لا، لأنك لبستها لما التقيت مع المدير الأسبوع اللي مرق. مزبوط، أنتوا النسوان تنسوش ولا إشي. أي ساعة لازم تفيق بكرة؟ عالخمسة. يما فتحي لازم يفيق بكرة عالخمسة مين؟ مين؟ صباح الخير. صباح النور. أما شو كان لكل يوم؟ بجنن، كل الشغيلة مبسوطين مني، والمدير بآخر اليوم إجا قال لي إنه كتير كتير مبسوط من شغلي. الحمد لله يما الحمد لله. أنت أكيد ميت من الجوع. أوف تعبان. بدي آكل ودور أضلني رايح على النوم. فتحي فيت يا فتحي. مين مين هاد؟ مين هذا يما؟ شو شغل بالك حضرت افندي؟ تسمح لي اسال؟ طبعا. لا لا ولا شيء. شو مبين عليك مبسوط اليوم؟ ايش كان مالك امبارح؟ كنت ضارب بوز. يا زلمي في ختيار بضلوا يجي يدق على الباب على الساعه 5 الصبح بفيقني وبضلوا رايح. ده اكيد ابو فؤاد. فؤاد؟ تعرف مين ابو فؤاد؟ كل العالم تعرف مين ابو فؤاد. هذا بفيق كل الموظفين بالبلد. بس ليه يعني؟ يا سيدي ابو فؤاد ابنه كان موظف. ابنه فؤاد كان يسافر كل يوم على الشغل بالترين زينا بالضبط. يوم من الايام فاق متاخر على الشغل،
وصل على المحطة بالظبط لما ترين طلع، وهو يركض بده يلحق بده يمسك بإيد الباب، قام اتزحلق ووقع تحت عجال ترين ومعس. من هداك اليوم ندر أبو فؤاد إنه يفيق كل الموظفين بالبلد. يا عيني يا سميرة، يا عيني يا عيني، ما أحلى فنجانك، بجنن بجنن بجنن. شوفي شوفي، في قدامك طريق طويلة حلوة كتير كتير رح تمشي فيها. طلع طلع طلع، هون في ثلاث إشارات، يعني يمكن كمان ثلاث أيام، ثلاث أسابيع، ثلاث أشهر، ثلاث سنين، الله أعلم. مش شايفة عريس بهالطريق؟ مرحبا عمتي. اهلا اهلا ابن اخوي، اهلا. كيف حالك؟ مبسوطه الحمد لله، نشكر الله نشكر الله. اسم الله عليك اسم الله عليك، ولك يا ابن اخوي ولك، شو هالجمال هذا بهالبدله، كانك عريس عريس. بعد مطول كثير على جيزي. ايه ولك انت انت هبله، مش عارفه تقولي له دبر لك عريس، ما صار له زمان بشغله. لا بس تحي. ولك شو بتستحي؟ انا بدي اقوم اقول له. كسرت الساعه. هيك هيك انت بتستعملهاش، ايه بكفيك ابو فؤاد، احسن من ساعة سويسرية. مزبوط. الله اكبر الله اكبر. فتحي 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 فتحي، اصحى يما اصحى، مش سامع الأذان؟ يا الله تأخرت. كنا ما اجاش أبو فؤاد؟ أبصر ليش يما ما اجاش، خد عشان تلحق الترين. شوفي، بعرفش فؤاد مفيقنيش اليوم ولا أنا، الزهر مفيقش حدا اليوم. أنت عارف وين ساكن أبو فؤاد؟ بحارة الشيخ عبد الله، بس وين بالضبط بعرفش. طيب مش مشكلة، نبقى نسأل الناس. هاد يا ولد، وين بيت أبو فؤاد؟ يا هون. مين؟ إيش بدكم؟ ندور على بيت أبو فؤاد. بيته جوا؟ ما فيش حدا هون، صار يوم مش مبين. يا زلمة ليش الناس بتحب تتحش مخرب كل إشي؟ قولي شو رأيك أجوز أختي؟ ضوضاء على الباب، إذا فيش حدا خلينا نمشي. طب زين.